وما دامت هناك حاجة إذن لخطط توزيع جديدة، هل يعني ذلك بأنه المشكلة أيضا تكمن، بالإضافة إلى كل ما أشرت إليه، تكمن أيضا بالمهدور من الطاقة؟ أكيد هي مسألة الهدر والاستهلاك. اليوم ترشيد الاستهلاك وضياعات ومسألة الهدر وعدم الالتزام بالجباية، كل هذا طبعا، لأن اليوم يعني مو من المعقول أنه يرتفع الحاجة، ترتفع بين والطلب يرتفع على الكهرباء في كل عام ب 5000 إلى 10000 ميجا وات، يعني عمر الإنتاج ما راح يوصل ويقدر يغطي الطلب، لأن كل ما يرتفع الإنتاج يحاول الوصول إلى سقف معين يغطي الطلب، يقفز الطلب بقفزات كبيرة جدا. هذا طبعا نتيجة حتى مسألة استيراد الأجهزة، مسألة الترشيد، هذا كله طبعا لا يقع العبء على الحكومة لوحدها وزارة الكهرباء، أيضا على المواطن يجب أن تكون هناك رؤية لاستهلاك الكهرباء وترشيدها، استخدام الطاقة البديلة، وأن كل هذه الأمور يجب أن يتم بحثها، لأن ما المعقول أنه من التسعينات لحد الآن مشكلة الكهرباء باقية، مع العلم أموال تصرف ومبالغ ومشاريع ووعود في كل عام وتبقى نفس المشكلة متجذرة. دول سبقتنا وجدت حلول، اتجهت إلى الطاقة الشمسية رغم أنه تكون غالية باستخدام البطاريات، أيضا مشاركة القطاع الخاص. اليوم في الأردن هناك مشروع رائد كبير جدا حتى يتاح للمواطنين أنه ينصب خلايا شمسية والدولة تشتري منه الطاقة الكهربائية. كل الحلول اليوم مطروحة، لكن إحنا عندما نقع في الأزمة وتكون هناك أزمة نحاول البحث عن حل ترقيعي، وحل هذا لا يمكن أن يحل أزمة، نحتاج إلى رؤية وخطة. نعم. عندما قدمت شركة سيمنز في زمن حكومة سيد العبادي حلول لأزمة الكهرباء من 3 إلى 5 سنوات، تعطل العقد.